بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. لم يكن قط مجرد انتصارا كرويا، ولكن إبراهيم أهلا بيك يا باشمهندس، أهلا بيك بكم أعزائي المشاهدين في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 913. مين قال 13 ده رقم النحس؟ ده رقم قمة السعد. الحلقة 913 هي حلقة الثلاثية الجميلة الكبيرة وفرحة كل الأهلاوية يا باشمهندس. الحمد لله، انتصار يعبر من مجرد نتيجة مباراة ودوري وثلاث نقط إلى أمور بيأكد أنه كان انتصارا للصبر على الأذى، انتصار الصبر على الأذى والتمسك بالقيم والصح والصحيح، وهنشرح عشان كده دي حلقة مهمة عنوانها فقط يا ليلى رد على المستبد. نشوف فرحة لعيبة الأهلي وجمهور الأهلي الكبير الحبيب بهذا الانتصار الثلاثي الكبير. أنت بالعنوان ده لازم تستأذن بتاعة شلبي. فريق كبير، فريق عظيم، وجمهور كبير وجمهور عظيم بجد. جمهور الأهلي يا جماعة هو الكبير وهو العظيم وهو اللي صنع الليلة دي وهو اللي يستحق فيها كل الفرحة الكبيرة يا باشمهندس. مؤكد. وانا لما بقول الصح والصحيح لان هو ده الصح. ايوه. وانتصارا للصحيح. يعني احنا لو تذكر من حلقتين انزعجنا قد ايه والناس بتطالب بالتخلي بقى عن الادب وعن الترفع وعن الكلام ده، ولازم بقى ان كنتم مش عارفين تجاروا اليات ما يحدث حولكم فنشوف لنا حد يقدر يجاري. وانا قلت ان ده اخطر ما في الامر، ان نصل الى قناعه ان حقنا مش هنجيبه، دي الفتنه في الارض، ان هو ده الحقيقه، انهيار للقيم الرياضيه طبعا وانتصار للباطل على الحق. ولذلك تبتدئ الامور تعدل نفسها عشان يكافئ منطق الصواب والحق والقيم والتقاليد والترفع والتمسك بالروح الرياضي والخلق الرياضي والصبر على الأذى، السبل القانونية والشرعية في الدفاع عن الحقوق مهما طالت بتاخد حقك في الآخر. ويبدأ جمهورك يكتشف هذا ويقتنع بهذا وتبتدي ملحمة حقيقية بين الجمهور والنادي الأهلي ولاعبته، يكون من نتيجتها عودة الثقة إلى لاعبين مهمين جدا. النهارده بنشوف هاني وبنشوف حسين الشحات وبنشوف شريف وبنشوف كهربا وبنشوف لعيبة كانت الضغط عليهم، الجند عبقري، الجارية دي والمشاورة دي وفي المساحة دي وبعدين يلعبها بصدره لنفسه وبهده وكهربا. طيب. زميلنا المخرج كريم الجزار، هو ده الأهداف دي بصوت مين؟ ده بصوت الجمهور. النهارده يا جماعه هتشوفوا الثلاثيه بالاصوات الرباعيه، كل واحد اتفرج على معلق واحد. النهارده هتسمعوهم كلهم، الاربع معلقين اللي علقوا على القمه 125، هتسمعوا غنوه الثلاثيه باصوات المعلقين الاربعه، مره الكابتن مدحت شلبي ومره الكابتن حاتم بطيشه ومره الكابتن بلال علام ومره الكابتن ايمن الكاشف بتاع بقى الحلويات اللي هيمتعكم بالرباعية. ده صوت جمهور الأهلي، دي الرباعية بصوت جماهير الأهلي، دي الثلاثية وهتشوفوا فيها الأصوات التعليقات الرباعية الأربعة أربعة في ثلاثة. أنا بقول لكم دي ليلة فعلا، ليلة رد. شايفين الليلة الحمراء وشايفين الاحتفالات، وخدوا بالكم حاجة عشان تشوفوا ان الثقة ما بتجيش كده. يعني شريف مجهز الفانيلا ومجهز برقم 50، يعني الراجل جاي استاد القاهرة وناولها ومركز لها وعايزها. انت لما تسمع تفسير كولر عمل مع شريف، ده في شغل فني، فرجوا على نفسه
قال لي هو ده انت، انت ده. ايوه رجع لي ده، انا عايز ده. أيوة. اعمل اللي كنت بتعمله، خليك عندك ثقه، انا عندي ثقه فيك. بقول لك قلت له عايزين تتعلم من ده. ايوه شوف ده كان بيعمل ايه. فهو في ايه اروع عن المدرب بتاعك يرجع لك نفسك بنفسك، يراك يعني بهذه الكفاءه ويديك مثل بنفسك. دي عبقريه اداريه يعني الحقيقه كولر فاجئني بهذا العمل الفني. وبعدين تعال شوف بقى كل كوره، شوف ديانج ومشاوره. انا عايز الكوره دي ترجع لنا يا جماعه، عايز الكوره دي ترجع لنا عشان اوريكم ان لم يكن هناك شيء اعتباطي، لا من الاول انا عايزه. وحمدي بيشاور لديانج، وديانج بيقول له حطها لي هنا. حمدي بيقول له لديانج هنا. وبيجري ده حمدي كان جنب ديانج. كان جنب ديانج. ده كلام فني متفق عليه. وكلام في بين الشوطين وشغل اهو. لا انت جيت متاخر شويه زي بعض شوارب، مش هدوخك. ده كريم مش شوارب. ده كريم يا كريم. لا انت جيت بقى، جيت متاخر سنه. جيبها لي من ديانج وهو بيستلم. هتجد حمدي جنبه وبيجري وبيشاور له. يعني انا ليه عايز اللقطه دي تيجي؟ عشان يثبت ان هناك كلاما فنيا اتفق عليه والتزم به اللاعبون. الله. يعني ما فيش حاجه اعتباطا. لما تشوف دقة التمريرة الأولى من حسين الشحات برضه بمشاورة واندفاع حمدي في هذا الفراغ، وبعدين كهربا وتوقعه أن حمدي لو سيطر عليها يسهل له القرار أنه ممكن يديها ويلعبوها بالطريقة دي، ده جون مدهش. هتشعر كتير في الثلاثية وهنتفرج عليها بزوايا كتيرة جدا وبمعاني مختلفة. بس اللي حصل ده يا جماعه، لا استناني والنبي، عايز ازود حته بقى. يعني ايه ان حمدي فتحي لقبل الماتش بيوم مستبعد وبعدين ربنا يقول لك ممكن يلعب فيبقى نجم الليله، وكانه يعني هديه عشان يكسبك بالطريقه دي؟ صحيح يا جماعه، فعلا هو الخير لمن صبر. لمن صبر. طبعا ده كلام مهم جدا وبيأكد على حقيقة واحدة، الأهلي كيان. فعلا الأهلي كيان ونظام. المهندس عدلي قال لك ده كانت تبقى فتنة لو الصح والخير والنظام ما ينتصرش في النهاية، تكون فتنة في الأرض. لا، لأنه في النهاية هي كانت هتاخدنا ليدي. فالانتصار ده رجعنا فوقنا. لا الصح صح، هو ده الطبيعي بتاع الاهلي وطبيعه علاقته بجماهيره. اللي جالها وقت كده ناس لعبت فيها وقال لك لا احنا عايزين صوتنا يبقى عالي احنا كمان والا مش هناخد حقوقنا. فثبت ان الصبر على الاذى هو اللي بيكسب. التمسك بالقيم مش وانت حتى لو يوم بتخسر ماتش مش المفروض يبقى فتنه يا استاذ ابراهيم. عايزين لا 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 لا, لا, لا الغلط الناس ما تطالبكش بالغلط عشان أيوة تنتصر. انت مش عايز يكونش الانتصار مقرون بالغلط. يعني انا مش عايز علاقه الاهلي بجماهيره تتذبذب بالنتائج. مش علاقه مكسب وهزيمه. اعرف ان الاهلي في الاخر في المجمل هو اللي هيكسب لانك مؤمن بيه وبقيمه وبتقاليده. خلي بالك جماهير الاهلي يوم المنى، يوم المنى مش انك انت تخسر بطوله، يوم المنى انك تخسر ثقتك في ان الاهلي ينتصر بالقيم والتقاليد، وانه مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. هو ده يا جماعه الهدف الاساسي في اللي احنا بنقوله. انت تعرف انك لما بتمشي صح ربنا بيوفقك، ومحدش ابدا يطالب اي حد ماشي صح انه يمشي غلط على اساس انه مش هيكسب الا بالغلط، او ان الصوت العالي بينتصر، او ان الاحترام والالتزام والاخلاق ضعف. لا، الالتزام والاحترام والاخلاق والقيم وارسائها ده منتهى القوه. وبعدين انت بتعمل كل اللي عليك وبتسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. على فكره في صوره هتشوفوها دلوقتي ممكن تلخص. قبل ما تشوف الصوره استاذ ابراهيم، هو انت الاسبوع اللي فات كسبت ايه؟ كسبت كره طايره، كره سله بنات.
كرة سلة رجال في ماتش الاتحاد القمة مرعب. والنهاردة على فكرة الأهلي كسب الجزيرة كمان في الباسكت. فأنت ربنا عمال بيهديك قد نتيجة صبرك وقد جهدك. أنت مش قاعد بتدعي وبتكتفي، أنت ربنا ينصر من يدعو ويأخذ بالأسباب، ولقد أخذ الأهلي بالأسباب في كل اتجاه. فكانت موجة الانتصارات دي ده مهم جدا، أخذ الأهلي بالأسباب وربنا كرمه. شوفوا الصورة ديت فيها خلاصة القمة 125. عارفين مين الثلاثة اللي بيصلوا ورا بعض؟ الإمام علي لطفي حارس المرمى. شايفين الثلاثة اللي وراه يا جماعة؟ اللي بيصلوا جماعة قبل المباراة. الثلاثة أبرز ناس في المباراة. أصحاب الأهداف. حدوتة القمة 125. أيوه. كهربا وشريف وحمدي فتحي اللي هو مان أوف ذا ماتش فعلا. يعني حتى ديانج لما ادوله الجايزة قال لهم لا حمدي فتحي أفضل. وفي التصويت حمدي فتحي خد رجل الجولة، نجم الجولة. بصوا الثلاثة، شوفوا الثلاثة قمة. يعني ما أنا بقول لكم الإنسان في النهاية يعمل الصح ويتوكل على الله. ايوه ياخد بالاسباب، اعمل الصح وتوكل على الله. ونبقى اللحمه محدش يلعب فيها بين الاهلي وجماهيره ومسؤوليه. دي الصوره في القمه 125. كهربا الهدف الاول، شريف الهدفين، وحمدي فتحي صانع الجوله الهدف. صح، صانع الثلاثه فعلا. لكن خد بقى من القاعده من تحت. مين بيساعد؟ ثلاثي مرعب هايل. لا خط الدفاع الشحات، لا مش الدفاع، قبل ما نروح للدفاع، الشحات بتمريرته السحريه الاولانيه وقفشه، والشحات وهاني الثاني. ما هو الشحات وهاني، انا بدي لك الامثله، ثم ديانج في الجون الثالث. ويبقى قفشه هو المساعد السحري الخفي المحرك. اللي بتحركاته قدر يفضي الطريق امام حمدي فتحي. ايوه لعب ادوار الفرقه كلها لعبت ادوار تكتيكيه رائعه. اما كولر وان هو ما لعبش في الخط الخلفي، كان يقدر يدخل هاني ويلعب خالد باك رايت، فيبقى لعب في خطين. لا هو خلى هاني مكانه وخلى، عرف ان الراجل ده بيلعب سيرد باك. قال له فرجني، فالراجل قال له انا وانا في الناشئين كذا كذا، وفرجه على نماذج لماتشات. ماتش كبير مع رامي الحقيقه. فرامي رجل المواعيد الكبرى والله يا جماعه. ما في، لو تشوفوا ايام كاس الرابطه وفي نهايه الموسم الماضي لما شال المسؤوليه لوحده، انا قلت ايه وقتها؟ ده رامي وقيادته لمجموعه من الشباب. لا هو يا جماعه احنا عندنا لعيبه محتاجه تستنفر طاقتها وتاخد الثقه من جماهيرها ومن ادارتها، وهو ما يحدث الآن هتشوفوا الأهلي يروح فين. طيب وعدناكم أن أنتم هتشوفوا النهاردة الأهداف الثلاثية بالأصوات الرباعية بالمعلقين الأربعة. هنشوف الثلاثية بصوت الكابتن مدحت شلبي، ومنه نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الأهلي، طول لما الأهلي بيكسب بيبقى عارف أسباب التفوق إيه، ولما بيخسر أو يتعثر بيبقى عارف السبب فين وبيعمل على إصلاحه بسرعة. وأيضا لما تلاقوا إشادات كبار النقاد، عايز تقول إيه؟ عايز أحلل الألوان دي عشان الناس تشوفها معانا. عايز تحلل التلاتة؟ أنا عشتهم. عشتهم عشان كل واحد ياخد حقه بقى. عشتهم هوا؟ أيوه. ما أنا الهوا ممكن آخد برد. أنت عشتهم في لا عشتهم، درستهم. في الأحلام؟ درستهم ليه؟ أيوه. لان الحقيقه تعالوا نشوف هو مين اللي تالق في الاهداف دي. نمره واحد. كولر. ايوه نمره واحد كولر. كولر اللي عرف ينظم دفاعه ويحط كل واحد في مكانه ويدي الثقه للناس ويتحدث معهم ويدفع بعنصر جديد وكانه قديم قدم الفريق. شخصيه جميل. مكسب ادي خالد. بعد كده نبتدي نخش في اوضه اللبس. الشوط الاولاني يعني ضاع مننا فرصتين او ثلاثه، لكن ما كانش الاداء تشعر، وكان كولر كان يشعر ربنا يستر بس الشوط الاولاني ده ونعرف نتفاهم في الشوط الثاني، مش عايز مفاجآت ملهاش لازمه. فلم يشكل فريق الزمالك اي خطوره على الاهلي الا اذا كان عايزين نعتبره شوطه من 35 ياردة
دي جت في طول الماتش، دي فرصه. ما هو الناس بتقول فرصه دونجا، دي مش فرصه يا جماعه، دي شوطه من 35 يارده يتصدى لها واحد بقامه الشناوي، منطقي جدا. ولكن ماذا فعل كولر في اوضه اللبس؟ هو ده المهم. لان يعني انا ممكن اقول لك ملاحظه قبل اوضه اللبس. قبل اوضه اللبس يا جماعه، الغيابات اللي حاصله في فرقه الاهلي لو كان في اي فرقه اي مدرب يضرب لخمه، لانه الناس كانت بتتكلم ان الراجل ده ما عندوش افضل سكواد، وان لعيبه الاهلي اقل كفاءه والجوده بتاعتها اقل. بصوا الراجل ده بالظبط، خط الدفاع الاساسي مش موجود، يعني الاثنين اللي بدا بيهم الموسم والدوليين وكان بيعتمد عليهم والناس اشادت بيهم، محمود متولي وعبد المنعم، الاثنين مش موجودين. الخط اليمين الجبهه القويه اللي راحت المنتخب مع بعض، حتى ياسر بعدهم مش موجود، وياسر كمان مش موجود. الثلاثي اكرم توفيق وقدام منه كريم فؤاد، الاثنين مش موجودين. ادي خط تاني. اه كان مرعب، وكل مصر بتقول هو ده خط مصر. السولية افضل لاعب في نص الملعب مش موجود. انتوا متخيلين حتى الثلاثي الهجومي لعب في فتره طويله بطاهر وبرستاو وطاهر محمد طاهر. طاهر وبرستاو وكان مين تالت اعتمد عليه بشكل اساسي؟ برونو سافيو. التلاتة مش موجودين، برونو سافيو اللي سجل في السوبر اللي فات. التلاتة مش موجودين، طاهر موجود احتياطي. بس انتوا متخيلين حجم الغيابات ديت؟ الراجل بقى يعمل ايه في اوضة اللبس؟ دخل بين الشوطين مش اوضة اللبس. قبل الماتش طبعا واضح انه مكلم فرقته كويس قوي. ونازلين بمعنويات عالية جدا، وترجمت في كل لقطة تجيب جون. لعيب خارج بيتغير بقاله 6 اشهر ما بيلعبش، بيقول لي للي داخل ايه؟ هتجيب جون، ويكون اول واحد نط وبياخده بالحضن ومهنيه وفرحان بيه. كهربا وشريف يدي ثقه للي داخل ويفرح له. هتجيب جون، هتجيب جون. إيه بصوا الروح يا جماعه، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تعالى بقى نشوف الاجوان. ده الجون الثاني، انا كنت عايز تجيب من الاولاني يا كريم. لا عايز هو ده عشان ادي حسين الشحات. بص بقى، لا ايوه هو ده الاولاني. نتكلم. حسين الشحات استلم الكرة في نص الملعب. نترجم اللي اتقال في اوضه اللبس في الهاف تايم. يا حمدي انت واقف ورا بتعمل ايه؟ كمل، انت اللي هتيجي من ورا، ما حدش واخد باله منك، وهتقدر تسرق من ورا الديفنس. فحمدي اللي رجله ورمة وواخد فيها ابر صينيه وبيتعالج، اللي ما كانش هيلعب، والشوط الاولاني ناس كتير قالت ما هو بيعاني من الاصابه، بيعمل سبرنتات. وبعدين حسين الشحات الراجل ده يا جماعه عنده قدرات فنيه هائله. صحيح. شوف دقه التمريره الطوليه اللي لا هي قويه ولا هي ضعيفه، ومتوجهه في المساحه الفاضيه. ودي اشاره حمدي فتحي بايده الشمال، شوف التوقيفه العبقريه والاستقبال بالصدر، تعلى يروح شايف كهربا. كان ممكن واحد غيره يلعبها في جون برضه، خلي بالك ممكن يطمح فيها ويحدفها في البعيده. كهربا روح يوم كهربا يحطها بشكل نموذجي. طيب، لان الكره دي جايه من الشمال، فكهربا ينقض عليها يحطها على يمين الجون مطرح ما جت، ودي اصعب كره على حارس المرمى. صحيح. طيب انت قلت حته عبقريه لمارسيل كولر، يا ريت يا كريم تجيب الجون ده من اوله خالص، وهتشوف مارسيل كولر على الخط. انا بحيي الكابتن وليد صلاح الدين، لانه للامانه في التحليل هو اللي لفت نظري ليه. بص لا قبل كده بشويه، قبل كده بشويه خالص، مارسيل كولر بره بيقول علي معلول تعالى انت هنا. بص هو قرر يشتغل من اليمين فعلا، فمن ورا بيقول لعلي معلول لا خليك انت، عشان يضم يقفل في نص الملعب. ايوه عشان يعمل اسيست او يشوط او يعمل ستاره في نص الملعب، لانه قرر يرحل يعتمد على الناحيه اليمين، فهو واقف بره هو اللي بيوجه. الجون ده لما تجيبه يا كريم من الاول، وقف عند مارسيل كولر، كولر وهو بيكلم علي معلول قدامه. بص لا قبل كده بص اهو اهو بيقول له ارجع تعالى هنا، بص تعالى هنا، عشان يروح يقفل في نص الملعب. بس مش باين مارتن كولر. لا هو بص انت مش باين لك من الكاميرا، اهو اهو تحت الشاشه شايف. هو بيشاور له. ايوه بيقول له علي ايوه ظهر، بيقول له تعالى هنا تعالى هنا.
ظاهر اهو شايف بيرحل علشان يشتغل من الناحيه الثانيه عشان علي يسد في نص الملعب. واحد واقف عارف بيعمل ايه. لعبه متفق عليها اتنفذت بدقه. ايوه. وهنا تاتي مهاره والتزام لاعبو النادي الاهلي. نشوف الجون الثاني يا شباب. حسين الشحات حمدي كهربا. ادي حسين الشحات. ده شحات الغرام. هاني. طب بص هاني الكرة اللي فاتت استلمها حمدي من ناحية الشمال. دي استلمها من النص. صح؟ يعني تحركه كان في القلب اهو. شايف؟ ما عرفش وقف لكن بسرعة خبطت في رجله وكفئته راحت لشريف، لكن بص هاني لعب من اللمسة الأولى. من اللمسة الأولى. بص تأكيدا اهو. شريف عمل ايه؟ هو ده شريف. بتاع الخطفة الأولى. بص النهارده صديقنا العزيز كابتن محمد رمضان وهو فرود قناص بقى للقاءات القمة بالذات. قال لي على فكرة أنا فوجئت برقم شريف إن عنده 50 هدف في مسيرته. قال لي ده من أفضل الفراودة بعد عماد متعب في التسجيل من لطشة واحدة. في مسيرته مع النادي الأهلي. لا في لطشة واحدة. مش مسيرته في الكورة. واخد بالك؟ مع النادي الأهلي. مع النادي الأهلي. عشان كده لما تيجوا يا جماعة. لا كمان هو إيه؟ هو بيقول لك فكرة ان هو يسجل من لمسة واحدة هي اللطشة واحدة. يوم 4/3 بتاع الاسماعيلي في فاينل الدوري. هو نزل جاب 3 جون ورا بعض. فكرة اول جون ناحية اليمين راح عاملها كده. قال لي انا باخد القرار، انا واخد القرار، انا ماليش دعوة، انا عارف ان الجون هيحاول يفرش على الارض ويضيق لي الزاوية. فانا قلت وهي جاية هاخدها على طول مرة واحدة بارتفاع معين. الفراودة يا جماعة بتفكر. الفراودة وده طبعا. محمد رمضان وما ادراك. صحيح. يعني قال لك شريف هي واحده. اذا نخلي بالنا اللي تالق في دي هاي المره دي هاني وحمدي و وديانج وحسين. لا المره دي خلينا بس مش بقول على الماتش. انا بجيب على اللقطه. دي هاني وحمدي وشريف اللي لعبها بعد ما اتفرج على اجوانه كان بيعمل ايه. اذا مفيش حاجه للصدف. واتلعبت بشكل قوي ورايحه في الجون بتلف عشان تبعد عن عواد. تعالوا بقى نشوف الجون الثالث اللي هو في رايي من ابدع الاجوان شفتها في حياتي. لا بدري يا اخوانا من فضلكم. من ساعه ما ديانج استلم. لا والله يعني قبل كده لو تعرفوا تجيبوها قبل كده. هو ما معهوش ملخص لاكتر من كده. على العموم كان احكي لكم انا اللي شفته في في الماتش. ديانج استلم وجنبيه حمدي فتحي. كان ممكن ديانج يعمل كده ويديها لحمدي. حصل ايه؟ راح حمدي اهو بص ديانج. لا ده كان جري بقى. كان جري. المهم بس جري وبيشاور له بايده اليمين. يعني الاشاره واضحه جدا. لعبها طبعا من بين رجلين مدافع الزمالك وخدها شريف بشماله المره دي. يعني واحده فرستان بالمينو واحده فرستان بشماله. راحت فين يا ابراهيم؟ راحت فين؟ شوفوا الجون ده تاني. شوفوا الجون ده تاني عشان هربط لكم بماتش بيراميد. شوفوا هربط لكم بماتش بيراميد. بص حمدي اهو رجعها لورا راح راجع خطوتين فين؟ في نص الجون في سقف الجون فوق عواد. عشان لما عمرو السولية شاط الصاروخ النادر بتاعه في ماتش بيراميد وجت في نص الجون ساعات الكرة أسرع من تفكير ونظر الحارس. مش هيقدر يعمل فيها حاجة. مش مسألة إنها في نص الجون. عواد في قمة التألق على فكرة. عبد القادر كمان عمل ماتش كويس قوي. وكلهم مفيش حد عمل حاجة وحشة. كل واحد عمل الدور اللي ترسم له. وهنا لما تيجي أول مرة الاستاذ نجيب المسكاب بيقول لك انا قعدت افكر كتير مين نجم المباراه. حسن. الاستاذ رحمه الله. حسن. استاذ حسن المستكاوي. بص الجري ده واحد راجع من اصابه. يعني يمكن ما اتمرنش تمرينه كامله مع الفرقه. ربنا يكافئ المجتهد المخلص صاحب النيه السليمه اذا التزم واجتهد واخذ بالاسباب. طيب كهربا بيسجل هدفه الاول في الزمالك مع الاهلي للمرة الثانية وبيسجل محمد شريف ثنائية في مرمى الزمالك في الدوري.
الاهلي بيحقق الفوز على الزمالك بنتيجه 3-0 للمره السابعه في الدوري. محمد شريف بيعادل رقم الكابتن صالح سليم ورفعت الفناجيل وسيد الدزوي وعماد متعب 6 أهداف مع الاهلي في مرمى الزمالك، وده رقم هايل لشريف، يا ريت يا رب يبني عليه ويكون ينافس بعد كده الارقام الكبيره. محمد هاني بيعادل رقم محمد ابو تريكه في عدد مبارياته مع الاهلي في الدوري للمره الثانيه على التوالي. كولر بيحقق الفوز على الزمالك، الاهلي لا يخسر امام الزمالك في الدوري عندما يسجل محمد شريف. شريف يعني المكسب النظيف. هنا كمان كولر ليه حاجه مهمه في المباراه الكبيره، هات له حكام اجانب كويسين والباقي على الله بقى. يعني يجيبوا له حكام اجانب في ماتش القمه في السوبر الاهلي يكسب 2-0، يجيبوا له حكام اجانب في ماتش بيراميدز الاهلي يكسب 3، يجيبوا له حكام اجانب مونديالي في ماتش الزمالك الاهلي يكسب 3. ده هديه بس اللي الناس بتتكلم على التحكيم، هات لي حكام اجانب وشوف اللي هيحصل، هتلاقي 2 وثلاثات. استاذ حسن المسكاوي زي ما ذكره المهندس عادل، انا ما بحبش احرمه من حاجه، مجرد ما اشار لاسم حسن المسكاوي جبت له مقالته. تؤمر. اتفضل يا بيه. حسن المسكاوي في الشروق طلقات كهربا وشريف هزت الزمالك، وقال الاستاذ حسن المسكاوي فاز الاهلي على الزمالك لانه كان الفريق الافضل لا سيما في الشوط الثاني، فبعد شوط شديد الملل بدا انه تقسيمه أو مباراة بين فريقين صوتهم عالي يستخدمان مسدسي صوت مطاطين بهم رصاص في شنك أو مسدسات مية مثل تلك التي يلعب بها الأطفال في الحديق. تحول الأمر في الشوط الثاني وتحركت مجموعة من لاعب الأهلي في غارات استخدمت فيها الرصاص الحي وأطلقت 3 طلقات أصابت مرمى الزمالك. كانت تلك هي المباراة باختصار، لعلها واحدة من المرات القليلة التي سقطت فيها نظرية لا يمكن توقع نتيجة القمة. ففي تلك المباراة كانت المؤشرات تشير إلى أن الأهلي أفضل فنيا ومعنويا. ده حسن المسكاوي. خالد بيومي في الجمهورية قال كنا نتباهى كمغتربين بمباراة القمة بين أشقائنا العرب والأفارقة، وكان الحديث لا ينقطع قبل كل مباراة عن التوقعات والغيابات والفنيات، ولا يخلو حديثنا من بعض القفشات والتندر على نتيجة المباراة ومن فاز ومن خسر. ولكن بعد أن تابعنا مباراة الأمس وأن كواليتي لاعبينا بات ضعيفا جدا رغم الأسماء والأرقام، الأهلي كان الأجهز فنيا ونفسيا، وتحضير كولر للمباراة بشكل عام جيد جدا خاصة في الشوط الثاني وتحديدا بعد هدف كهربا. شاهدنا فريقا منظما دفاعيا وهجوميا ولدى مدربه فكرة طبقها لاعبوه بإتقان يدعو لإحترام رغم الغيابات المؤثرة. ووجهة نظري هناك لاعبون كانوا نجوما فوق العادة، عبد الفتاح ورامي وحمدي وديانج، وخلفهم كولر الرائع في تحضير فريقي. ده تلخيص كويس. على فكرة كمان لازم مروان عطية نزل بيلعب عادي جدا، مندمج منسجم بيتحرك. خالد عبد الفتاح من نجوم المباراه بجد. انا بقول لك خالد خلاص اشدنا بيه. لا خالد ده ما شاء الله. لا الحمد لله. وعلى فكره من اول ما نزل بعد اول تمرينه كان راي كولر لا ده جه في ميعاده. كويس. وباك رايت لا يلعب سنتر باك ما شاء الله، ويلعب دي ويلعب دي. خلاص. طيب انت بقى مروان برضو تاني ماتش له على ضيق الوقت اللي بيلعبه بيشاور على نفسه. طيب. وبيقول انا لاعب عندي شخصيه. ايوه. ولاعب تكتيكي من طراز اول احدث الفارق عندما العب. طيب الخير ما شهد به الاستاذ محمود معروف في الجمهوريه، قال لاعبوا الاهلي ولاعبوا الزمالك الفارق كبير. وقال كل التهنئه للاعبي وجماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني للنادي الاهلي وكل العزاء والمواساه لجماهير الزمالك. الأهلي فاز 3-0 وهي نتيجة ثقيلة لكنه يستحقها، والزمالك خسر 3-0 لأن لاعبيه فقدوا الانتماء والحب للفريق. وقال كتير من أسباب الفوز الأستاذ محمود معروف. في الجمهورية أيضا الأستاذ جمال هليل الرأي الآخر، المفاجآت سعيدة وتعيسة. وبيقول جمال هليل شق الأهلي طريقه في الدوري باقتدار، أوقف الزمالك وهذا هو هدفه الأول حتى يقلل نسبة المنافسة مبكرا، رغم أن الدوري لا يزال طويلا وممتدا ومن الصعب حسم المنافسة من الآن حتى ولو بالكلام.
وبيقول السعادة لأن فوز الأهلي جاء بأقدام كهربا الذي غاب طويلا وأفردت الصحف مساحات لمشاكله مع العقوبة والفيفا، حتى ظن الكثيرون أن تلك الأزمة آخر مسمار في رحيل أو اعتزال كهربا، لكنه تعملق في عودته ليسجل 3 أهداف في مباراتين ويصنع 2 ليقطع ألسنة كل من طالب باعتزاله. الأهم أنه أثبت وجدد ثقة الأهلي فيه وأنه يستحق الدفاع عنه فنيا. في الجمهورية أيضا الأستاذ ماجد نوار، الثلاثية لمارسيل كولر، وبيقول بصراحة لم يكن يتوقع خبراء التوقعات على مستوى العالم الكروي أن تنتهي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنتيجة 3-0، خاصة وأن عنوانها في الشوط الأول والأداء المتواضع جدا من كلا الفريقين كان يبشر بنتيجة واحدة وهي التعادل. عفوا نسيت أن أذكر أن النتيجة الثلاثية كانت لصالح الأهلي بتوقيع كهربا الهدف الافتتاحي برأسه، وأضاف محمد شريف الذي يستحق استرداد لقبه شريف الخطير المخيف لعودته للتهديف بعد فترة غياب طويلة، ويا لهما من هدفين في لقاء قمة وداخل شباك عواد. تمام، هي مباراة بتقودك انك تقدر تكتب وانت مطمئن. يعني في ماتشات تحيرك. ايوه. ناس تقول لك لا والله اصل في فترات تبادل الفريقين السيطرة في الفرص هنا والفرص هنا، وتجد مجال يعني عدم الحسم. ايوه. في تقييم المباراة. ايوه. هذه المباراة اوحت لكل النقاد الرياضيين بما يكتبوه بثقة وفي اتجاه واحد كله. لأنها كانت ثلاثية ممتعة جدا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. إذن كهربا الذي داس على الزرار ونور الأنوار وشريف الأفندي أيمن الكاشف مبدع وشريف الأفندي اللي أطفاها بدونه الثالث. قال لك يلا بقى مين اللي طفى النور؟ مين اللي طفى النور؟ أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، جميل وما احلى الانتصار، ولكن انا بقى وتغاظوا مني زي ما انتم عايزين، انا احتفل هنا انا والاستاذ ابراهيم ومعايا المشاهدين والجماهير تماما، ولكن ما قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ هو ملخص الامر. خلاص يا جماعه، من بكره او من النهارده بالليل عندنا ماتش تاني في منتهى الاهميه قبل ان نسافر الى كاس العالم. نتمنى الفوز به. هذا الماتش الغتت واخد بالك العنيد الذي يستعصي علينا كثيرا لظروف كثيره معظمها تحكيميه، لكن نتمنى ان تستمر الصحوه حتى نذهب ونحن نتمتع بهذه الافضليه المريحه اللي ممكن. خلي بالكم في مغالطه صغيره بس هنا، والنبي عايز القول باننا نبتعد بالقمه 8 نقاط، ده مش مظبوط. احنا نبتعد بالقمه 4 نقاط، فيوتشر ورانا، وفيوتشر يتسلل بثقه بهدوء وخطوره. بهدوء وخطوره، فعلينا ان نعي اننا الفارق 4 نقاط ليس 8 نقاط. هو 8 نقاط عن الزمالك، لان المنافسه بين الاهلي والزمالك تستحق هذه الفرحه. على فكره هو الزمالك دلوقتي في المركز الخامس، المقاولين كمان بيتسلل. الزمالك الزمالك 26 نقطة، بيراميدز تساوى مع المقاولين في 27 نقطة. المقاولين الفريق الوحيد في الدوري السنة دي، بل انه اعتقد يمكن الزميل عبد العزيز ابو حمر عامل احصائية انه بيراميدز الفريق الوحيد او المقاولين الفريق الوحيد بين 5 فرق في العالم اللي كسبوا كل مبارياتهم في 2023. يعني شوق غريب عامل انجاز. 23 اسبوعين يعني. كل الماتشات هو لعب 5 ماتشات في السنه الجديده. لا انجاز كسبهم طبعا. كلهم. بص. ماتش الداخليه. استقبل الهدف. الاداء ما كانش احسن حاجه. ولكن في الشوط الثاني خبرات مدرب. صحيح. بثقل كابتن شوقي والتزام لعيبه. على فكره المقاولين يا جماعه عنده سكواد. لا حلو. تساوى المقاولين مع بيراميد في 27 نقطة والزمالك 26 نقطة أقل منهم. فيوتشر خلاص أقل من الأهلي ب4 نقاط، الأهلي 34 وفيوتشر 29. عشان كده المسألة مش سهلة خالص. إنما في مباراة الأهلي والزمالك في لقطة تبين لك بقى
الدور الحقيقي للكابتن جوه الملعب. صحيح ان الشناوي هو الكابتن اللي حامل الشاره، لكن ناس كتيره كانت بتقول ان فريق الاهلي في الجيل الحالي بيفتقد الليدر جوه الملعب، بيفتقد القائد اللي بيكلم اللعيبه، اللي بيصح اللعيبه وبيفوق اللعيبه. علي معلول كان ليه لقطه عبقريه، كابتن فاروق جعفر مع الزميل ابراهيم فايق وقف عند اللقطه اللي قال لك دي لقطه بمليون جنيه، نشوفها. هفرجكم على لقطه بمليون جنيه. اللقطه اللي قدام حضراتكم ديت هتختزلكم وتعرفكم ليه الاهلي عمل كده. عنصر الخبره مش ببلاش ولو تمن. ده في الدقيقه 63 يعني بالتحديد، كهربا كان واقع في الارض. اتفرج على علي معلول جري، تعالى يا حمدي، تعالوا يا شباب، تعالوا. بدا ينده على كل اللعيبه، على هاني، على قفشه، انده انده، هاتوا، تعالى اللي هناك اللي مش موجود معانا. في الدقيقه 63 تعالوا يا شباب، ها تعالى عبد القادر. تعليمات تقدر تقولها بيوصل حاجه من كولر، تقدر تقولها بيشد من ازر اللعيبه بعد ما سجلوا جول، تقدر تقولها كلام كتير بيحصل ما بين اللعيبه. وطول هاخد من كلام الكابتن شادي لما بيقول لك لو ما بنكلمش بعض في الملعب يبقى في حاجه غلط. بص على علي معلول وانت تعرف دور القياده وتمن الخبره في ارضيه الملعب عامله ازاي. لقطه فعلا باكتر كمان من مليون جنيه. انا عايز اخد بس تعقيبك يا ده بنسبه كبيره جدا جدا. ده بعد الهدف الاول وفي الكوره اللي كهربا وقع فيها ومسك الضمه، علي معلول بينادي اللعيبه كلهم، كلهم بيقول لهم على حاجتين. رقم واحد لا نكتفي بالهدف الاول. هو عنده احساس بنادي الزمالك. واضح ان النادي الاهلي لو ضغط ولو اللعيبه ركزت ممكن يجيبوا الهدف الثاني والثالث، وقد كان. يعني علي هنا بغض النظر عن هو بيقول ايه كلمات، لكن الكلمات دي انا متاكد مليون في الميه وكل الكباتن انها فكره ان المباراه ما انتهتش. ان المباراه 1-0 وحاله نادي الزمالك مش احسن حاجه. عايزين نكمل تاني، عايزين ندوس تاني. برافو عليك. لو ضغطوا الخبره ودوسنا الخبره هنا. بس الخبره في ايه يا كابتن فاروق؟ علي معلول، علي معلول غريب قوي يا كابتن وليد، برضه تحس ان هو ده المدرب اللي جوه الملعب. يعني في بيبقى مدرب على الخط ومدرب جوه الملعب، علي معلول هو المدرب اللي جوه الملعب. توقيت الاختيار ان لعيب من الفريق واقع عمر ما كانت. ما هو ده ما هي دي الفكره، انه الخبره ليها ثمن والقياده ليها ثمن. ما هو في الشناوي كابتن الفرقه وفي ارض الملعب برضه، وقدام شويه هيبقى في علي معلول. هو مش محتاج للشناوي، محتاج يكلم المجموعه، محتاج يتكلم مع المجموعه دي. صح. اللقطه دي تلخص لك حاجات كتيره. طيب دي لقطه بمليون جنيه بتدل على حاجه يا استاذ ابراهيم. بتدل على مش بس فكره القياده اللي هي فعلا بتشاور على فكره القياده وقيمة واحد زي كابتن علي معلول كبير من كبراء الفرقة، وانه لما يقول تعالوا يجوا جري دي قيمة الكابتن. ولكن هو جاي منين؟ من جنب الخط. اشعر لان هو ابراهيم فايق قال جملة كده في خطف بس فيها جزء من الحقيقة. تقول بقى قيادة، تقول تعليمات من كولر بينقلها، ممكن يبقوا الاثنين، وهي الاثنين، لأن 1-0 والجول ما تغطاش. هنعمل إيه؟ هنفرح، هننام، هندافع. مؤكد إنه كان بينقل لهم كملوا زي ما أنتوا بنفس الضغط. وهذه تعليمات ما يقدرش لعيب يقولها من دماغه لوحده، لأن دي تعليمات فنية. أعمل إيه؟ فهنا ولكن علي معلول بمجرد مشاور للعيبة جم. هنا بقى دور الكابتن. حتى في لقطه خالد جاي من هناك اخر واحد جاي يجري الكوره دي وهي 1-0، وكانت لحظه علاج الكابتن كهربا لما سقط للعلاج. كل دي بتقول لك الفرحه بتاعت اللعيبه، الالتزام بتاع اللعيبه، ان احنا نتلم. اللمه دي في حد ذاتها بتقول احنا هنسمع الكلام وهنقف في ظهر بعض وننفذ اللي بيتقال لنا. بتقلهم من مين؟ أه؟ من مين؟ من اللعيبه ومن منقوله من كابتن بيستمع اليه وثقه في انه بيقول الكلام المظبوط اللي جاي له. جاي له من مين؟ من كولر. طب ما نشوف كولر. نشوف كولر بعد المباراه كان رايه ايه؟ اعتقد ان احنا عملنا ماتش كويس جدا النهارده. try
الشوط الاولاني كان عندنا فرصتين او ثلاثه كانوا ممكن ان احنا نجيبهم في الشوط الاول. الشوط الاولاني كان ناقصنا الهدوء والثقه بالنفس اللي احنا متعودين عليهم واللي احنا بنتكلم فيهم مع لعيبتنا، فكان في فقدان للكره شويه، كان في التمريرات الاماميه والبينيه اللي في ظهر المدافعين كانت ناقصه شويه في الشوط الاولاني. بين الشوطين اتكلمت مع لعيبتي ان احنا نهدى، ان احنا نركز، ان احنا نلعب الكره بتاعتنا، ان احنا عندنا ثقه في النفس اكتر، ندور الكره احسن، نلعب دايما الكره الاماميه بسرعه في ظهر المدافعين، وان احنا لو عملنا كده هنخلق فرص كتير، واللعيبه نفذت اللي انا قلت عليه بين الشوطين في الشوط الثاني. Und ich freue mich, dass Karma wieder ein Tor gemacht hat und dass Sheriff, der dann auch reingekommen ist, auch diese Lockerheit hatte und zwei Tore nachgelegt hat. Das war hervorragend. ومبسوط جدا ان كهربا جاب جول الماتش الثاني على التوالي، ومبسوط جدا كمان لشريف ان هو زاح من على اكتافه الضغوط وقدر ان هو يجيب جونين النهارده ويتحرر ويرجع شريف اللي احنا نعرفه. Ob jetzt ja dann Pyramid oder irgendwer dann unser Konkurrent ist, das interessiert mich. أنا عمري ما ببص على أي منافس مباشر، ما عنديش المبدأ ده، كل الفرق اللي بتلعب قدام سواء أول أربعة أو الخمسة أو الستة الفروق بينهم مش بعيدة، بيلعبوا كرة كويسة جدا كل المنافسين دول، لكن الماتش جاي هو أهم ماتش، أنا ما عنديش أهتم بماتش إن أنا هلعب ضد بيراميدز فأدي فيه أكتر ما أدي مثلا قدام حد يكون في آخر الجدول، ماتشات مع الفرق اللي في آخر الجدول بنفس الأهمية ويمكن ساعات بتبقى أصعب كمان من المنافس المباشر او الناس اللي بتبقى في الجدول في الترتيب في الاول، فبالتالي انا مع الماتش الجاي دايما عندي هو اهم ماتش وببذل فيه كل حاجه ايا كان المنافس. اللي فرق مع شريف النهارده ان هو نازل من غير ضغوط، شايل الضغوط من على كتافه، وده اللي فرق معاه ورجع شريف اللي احنا نعرفه. انا اتكلمت مع شريف كتير جدا الفتره الاخرانيه، اتفرجت على اجوانه، اتفرجت معاه على اجوانه وفرجتها له ان احنا عشان ارجعه له ثقته في نفسه، وفي الاخر هو اللي بيساعد نفسه، يعني انا بشتغل مع اللاعب كل يوم عشان خاطر اطلعه من اللي هو كان فيه، الحفره اللي هو كان فيها، لكن هو قدر ان هو يساعد نفسه، دي اهم حاجه. المهم ان يكون الجونين اللي جابهم النهارده فعلا بدايه ليه انه يرجع لمستواه، لان شريف لعيب كبير، لعيب كويس جدا، وانا عارف ده وبيعرف يجيب اجوان، لكن كان محتاج ان هو يساعد نفسه، وهو النهارده ان شاء الله يكون الجونين دول بدايه ان هو يرجع شريف اللي انا اعرفه. بالنسبه للصفقات، احنا فرقه كبيره ولازم بنحب دايما يبقى عندنا في كل مركز منافسه، المنافسه دي هي اللي بتعلي مستوى كل اللعيبه، واكيد بيبقى لو في فرصه ان احنا نقوي، وخصوصا ان احنا عندنا ماتشات كتير قوي في الموسم، لو نقدر ان احنا جينا فرصه ان احنا نقوي السكواد بتاعنا هنقويه بمهاجم جديد. لما تكسب 3-0 فرقه كبيره اكيد مفيش غيابات بتاثر. والنهارده رامي وخالد عملوا ماتش هايل النهارده. يا جماعه كل كلمه قالها الراجل ده حقيقي يعني تتوقف امامها. وكل تفصيله بيتكلم فيها بتعرفك على بني ادم معني بالتفاصيل، ياخذ بالاسباب، مجتهد جدا في التوظيف الجماعي والتعامل الفردي مع كل حاله، مع كل لعيب بيجهزه ازاي. يعني كلمه اول قال كلمه مهمه جدا، لما تكسب تقدر تكسب 3-0 فرقه كبيره ما تكلمونيش على سر، انا عندي فرقه كلها لعيبه كويسه، المهم كل واحد ينزل يساعد نفسه. فهو قال ايه؟ قال حاجه ما خطرتش على بال حد، انك تجيب لعيب عشان تديله الثقه ما تقولوش كلام كتير، تعالى يا ابني اقعد جنبي. ما هو اقعد جنبي يعني ايه؟ انه بيتفرج هو على الماتشات دي لوحده وبعدين يرجع يتفرج عليها مع شريف ويحكي له
شوف كنت بتعمل ايه هنا، اقف، شوف انت اتحركت ازاي هنا، اقف. فيبتدي بيرجع له الذاكره، بيقول له الميزات اللي كانت بتخليه يجيب الاهداف، ازاي يستعيد نفسه. طب شريف مش بس يستعيد الذاكره، ده هو كده حس بايه؟ حس بثقه مدربه انه عايزه يرجع، ومش عايزه يرجع ببقين، ده قاعد معاه في درس خصوصي، درس خصوصي، وما بيعلموش حد غريب، بيعلمه نفسه. ومن غير ما يتكلم يقول له انت كويس ولا بتاع، لا ده الراجل ده ضيع وقته معايا قد ايه. هذا هو الايه؟ الاخلاص في شغل، في العمل. والذي يفتقده البعض من المدربين الكبار احيانا، انك تبقى بتقدم كل اللي عندك، مسيطر، لكن الاخلاص في التفاصيل ما يحني. واجب ان يستمر هذا، لازم يقول لنا الطاقه الايجابيه لهذا المدرب يحتفظ بيه اطول مده، وما ننسخش ورا ناس عايزين يزعزعوا مزاجه او ثقته ويبتدوا يضايقوه. الراجل لحد دلوقتي هدوءه ده اللي منجحه، خلينا نديله اسباب الهدوء بالدعم المستمر. كانت النتائج عنده، انتوا عاملين مشروع انك تستنفر وتخرج من لعيبتك اللي هم افضل حاجه، فتكتشف ان عندك لعيبه جامده جدا، وترجع تاني لفكره انك انت لما يجي اللحظه اللي احنا فيها دي، لو فيتوريا عايز يختار منتخب هيعمل ايه؟ هيجد معظمه في النادي الاهلي، زي ما كان واخد كريم فؤاد واكرم توفيق هياخد هاني وحسين الشحات. احنا اتخضينا وبعدين وصل لحد الانهيار. يا نهار ابيض، كريم وفؤاد وبعدين مش عارف ده مين، ده السردباكين والبديل يعني وبعدين إن... متولي الله الله يا جماعه، ايه السوريه العمود الفقري برونو الجماعي بيرسي تاو. طالما ان عندك المهاره انت كلعيب استاذ ابراهيم، العمل الجماعي يخليك توظف الناس اللي عندك، ما تحسش بالغياب. انا مستمع ومصدقه ومش واخد بالي منها. انسين بيتفضل، محدش اداني محاضره في كلام مش مقصود بيه المحاضره عميقه، كيف تتعامل مع لعيبتك عشان تخرج افضل ما فيها. ودليل على كده استاذ ابراهيم انك انت تاخد مره كريم فؤاد تحطه في حته ما حدش متوقعها. صحيح. مره تجيب كهربا من غياب ما حدش متوقع انه كان تعتمد عليه. مره تجيب خالد اللي لسه جاي خالد عبد الفتاح اللي جاي باك رايت يلعب سردباك. مره تجيب شريف تعمل معاك كذا. مره كهربا فرود لا خلاص، ما انا قلت كهربا. مره تروح جايب حمدي فتحي في نفس المباراة، أنت بتعمل إيه ورا يا راجل؟ حمدي كان طول عمره بيلعب ستة، خلاه يلعب ثمانية يكمل. اطلع. شوف الجون الثالث نتيجة الملاحظة اللي أنت خدت بالك منها من وقالها كابتن وليد، إن قال له يا علي خش في الحتة دي عشان الحتة دي هتتوقع إن الكرة تجيلك فتقدر تلعب، وده اللي حصل. ده اللي حصل. الفريق المنظم، نرجع لكلمة المدرب بتاع برشلونه كان اسمه ايه؟ في 2005 2006 مين؟ المدرب برشلونه اللي كان لعيب في برشلونه اللي قال لك الاهلي فريق تعاني امامه. انا كنت في المؤتمر اللي كان مين؟ فرانك ريكارد؟ ريكارد ريكارد كان بيدرب برشلونه يا جماعه، واحنا كنا بنلاعب انترناسيونال. لو غلبنا انترناسيونال هنلعب الفاينل مع برشلونه. عملنا جيم كبير جدا على الانترناشونال البرازيلي، وهو بيسال قبل ماتشه مع انترناشونال على الفاينل، فقال لهم انا يعني بالنسبه للاهلي كنت اتوقع ان هو اللي يقابلني في الفاينل، لانه يو هاف تو سفر تو بيت ساتش اورجنايزد تيم، عليك ان تعاني للفوز على هذا الفريق المنظم. اذا تنظيم الفرق لما يبقى ثقافه والتزام مش داخل عشوائي. الملعب مش بيديك الاحترام. البطوله دي احنا خدنا فيها ثالث العالم لاول مره. صحيح. عشان كده صديقك المحترم مجدي حسن عضو النادي بيقول لك اهم ما في المباراه كمان استمرار لفوز او استمرار لعدم فوز الزمالك على الاهلي في الدور الاول من الدوري من 20 سنه.
الزمالك لا يتغلب على الاهلي في الدور الاول من الدوري. ده كلام داري على شمعتك تقيد يا مجدي. والنبي بلاش واحد من النجوم اللي صنعوا مثل هذه الارقام الكبيره جدا والارقام الكبيره للاهلي في الدربيات الفنان الممتع عماد متعب. نشوف رايه. كابتن عماد بحقيقة الحقيقة على توقع المباراة، انت برضو بره الهواء توقعت الحمد لله المباراة 3 الحمد لله. ما حدش سمعك؟ لا ما حدش سمع بس لا بس يعني بلال علام انا قلت له قال لي الاهلي هيكسب، قال لي النتيجة كام؟ قلت له هيكسب 3. الاهلي هيكسب 3. لا مبروك للنادي الاهلي، الاهلي عمل شوط ثاني رائع، شوط ثاني رغبة المكسب موجودة، اصرار موجود، الضغط موجود، التكملة العادية ودي اللي كانت تنقص النادي الاهلي في الشوط الاول. هات الثلاث اهداف هتلاقي حمدي فتحي شريك اساسي فيهم، وده مش مكانه على فكره. حمدي بيقوم بدور المهاجم الثاني في الثلاث اهداف، الهدف الاولاني صنعه لكهربا، الهدف الثاني حسين شحات بيلعبها وتعدي منه وتروح لمحمد شريف، الهدف الثالث هو هنا استغل المساحات الفاضيه اللي في خط ظهر نادي الزمالك بشكل نموذجي، وحسين شحات صراحه تعامل مع الحاجات دي بشكل جيد، يعني توقيتات التمريرات كانت جيده جدا، وكولر صراحه انا بحسده على يعني التوفيق اللي هو فيه بشكل كبير جدا. اي لعيب بينزله وبيثق فيه اللعيب بيبقى عند الثقه دي. يعني كولر صراحه النهارده يعني خلى عبد الفتاح بحييه، رامي ربيعه بحييه، محمد هاني بحييه، علي معلول واحد من نجوم النادي الاهلي. بس عبد الفتاح تحيه خاصه بالظبط، اول لقاء امام نادي الزمالك ويؤدي بالثبات والهدوء ده انا بحييه بشكل كبير جدا. فعلى ما اعتقد النادي الاهلي الشوط الثاني تحول بشكل كبير جدا، ادى الاداء اللي يستحق عليه المكسب. جمهور النادي الاهلي حاجه عظيمه وحاجه كبيره جدا جدا جدا، بتساند على مدار ال 90 دقيقه بشكل كبير. فالاداء في الشوط الثاني اختلف علشان الرغبه، رغبه المكسب زادت، علشان السرعه زادت، رتم المباراه زاد، علشان الاختراقات بقت اقوى، الكرات الطوليه بقت مظبوطه، علشان بقى في زياده عديه من لعيب نص الملعب الناحيه الهجوميه. فدي كلها عوامل تؤدي الى المكسب. يعني كابتن عماد وهو ما هو من الهدفين التاريخيين لمصر. ايوه. واحد يعني لما تشاور على اهم الفراوده في مصر هيجي. صحيح. في تاريخها يعني. لما يجي يعبر عن رايه وتوقعاته المبنيه على اسس فنيه يدركها ويملك ادوات التقييم بتاعتها تماما. وهو كأهلاوي من حقه أن يتفائل وأن يتكهن وأن يتحدث بالميزات اللي شافها. هل يستحق أستاذ إبراهيم ما لقياه من تجاوز وقسوة في الاعتداء عليه باللفظ والمحاولة النيل منه لمجرد أنه قال أنا توقعت أكسب 3 وأسباب الفوز و يعني فكرة هو قال أنه هو عمل مذكرة قدمها للجنة الانضباط ليه كده؟ ضد ملاحقه. ما يعني هو حتى ما حفلش، ما تفخرش، ما قال انا توقعت وانا قلت وانا كده، يعني بيتكلم عن النادي الاهلي واسباب تفوقه اللي الحقيقه 70% 30% من القنوات اتكلمت عن فوز الاهلي والميزات بسرعه، والسهرات كلها بعد كده ليه خسر الزمالك خسر ليه؟ لان الاهلي كان كويس. طب ما الاهلي لو الاهلي كمل الشوط الاولاني ما عملش الافكار دي ولعبته ما التزمتش بالفوقان ده كان الزمالك مش هيخسر. ولا ان انت بتجري وتوقف الكره على صدرك وبتلعبها، ايه ده؟ ده تركيز عالي جدا ومهارات. لما عملش كده كان الماتش طلع تعادل. صحيح. لكن انت بتستغل نقاط تراها ثغرات عند المنافس، احسن استغلالها. يبقى انت اللي كسبت، خاصه وانت بتلعب مدرب كبير زي فريرا عنده خبراته. هو فريرا ما هو كان فريرا تغييراته اتبنت على اداء الشوط الاولاني. هو راى ان الماتش مش على اللي هيحصل في الشوط الثاني. الماتش ماشي في اتجاه غالبا التعادل، فعمل تنظيم بشكل معين عشان ربما كان يرى ان ده هيؤدي الى انه فرغ اللعيبه بتاعته للاندفاع الهجومي ويقدر يخطف الماتش، ربما ده تفكيره. اكيد كان عنده فكره. ففوجئ بان النادي الاهلي ما هي شطرنج، انت أوي. حركت ده وانت عشان تاكل الوزير، فانا حركت عشان اكل الملك.
واخد بالك؟ صحيح. هي دي الرقعه، هي الخطط. لكن ما تقوليش بقى ان انا لما اكل الملك عشان انا اتحركت عشان اكل وزير. انت فكرت كده وانا فكرت كده، ولو انا ما فكرتش كده وكنت انا وانت تنافسنا ناكل الوزير، ربما انت اللي كنت هون كسبت. ده رأي وده رأيك وده رأي فيريرا. نشوف رأي الدكتور طه اسماعيل بقى الشيخ المحللين. النادي الاهلي نزل صوت تاني وعنده رغبة الفوز، كانت واضحة جدا، ورغبة الفوز دي انعكست بالحدة البدنية في الوصول للكرة بأسرع. النهاردة هو من ضمن المكاسب الكبيرة ان هو اولا كسب كهربا ان يسجل الهدف الاول، ولثاني مرة سجل بعد المباراة اللي فاتت مع سموحة، ثم بعد ذلك شريف سجل هدفين، كسب شريف. حسين شحات عمل شغل كويس جدا، حمدي فتحي رائع جدا. الشوط الثاني النادي الاهلي عمل شوط رائع جدا، وشوط تكتيكي وشوط فعال من الناحيه الهجوميه، من الجمل التكتيكيه اللي اتعملت وتسجل منها الاهداف، ودي حاجه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي اللي عملها. ممكن دي يكون خطوه يعود بيها محمد شريف من جديد يا كابتن؟ مش عايز كلام. هو الراجل على فكره في المباريات اللي فاتت كان بيقدمه برده شويه، يعني بيديله في بعض المباريات، بس ما كانش مستجيب، يعني ما بيستجيبش، مش ماشيه وياه. لكن النهارده جاب جولين، فاعتقد الجولين دول هيبقوا لهم تاثير فعل السحر لشريف على اساس يستعيد حاسه التهديف ويبقى عنده الثقه قدام المرمى بشكل كويس. وعنده الحلول. النهارده حمل حلين، واحده برجله اليمين والثانيه عملها برجله الشمال، وهما مش سهلين الثانيه بالذات. فدي كلها برضه هتدي له احساس بان هو يبقى عنده الخلفيه كيف يسجل في المواقف المختلفة أمام المرمى. أعتقد المباراة فيها مكاسب كبيرة جدا للنادي الأهلي. والله أنا بنبسط لما الدكتور طه يبقى مطمئن وسعيد وبيتكلم بشكل فني، هو مرتاح. أي ما بشوفوش يعني، أما بيبقى الأداء مش عاجبه بيبقى بشعر متضايق بمعاناة لعيب وناقد رياضي كبير ومدرب مهم، انه يعني غيران على الفرقه. ربنا يسعدك يا دكتور طه، وتمتعنا بهذا الكلام الموضوعي الفني العلمي الجميل. الحقيقه الدكتور طه اتكلم على الحده البدنيه، ودي كانت مهمه جدا يا جماعه. هو مؤمن جدا بانها دائما اهميه السلاح يعني البدني. هو بيقيم الجديه والاداء اذا كان الفرقه عملت اللي عليها ولا لا بهذه الحده. صحيح. انت عندك حده بدنيه في الدفاع ولا بتحلق في الهجوم ولا بتتحرك بالعرض. الحده في الاداء من روائع دكتور طه اللي ما بيسمحهاش من حد تاني. الحده البدنيه اللي كانت كل كره مشتركه تقريبا لاعب الاحمر هو اللي بيستحوذ وبيسيطر وبيعدي، ده بعكس اللي حاول لعيب سابق حاول يحرض ضد لعيبه الاهلي ويقول لك كل كرة تلتحم معاهم هاتهم الأرض اضرب، وكان تحريض على العنف غير طبيعي الحقيقة. صحيح أنه قال لك لو خسرنا هحلق شعر زيرو، وحلق شعر زيرو. فالأهلي أهو بينفع كل صالونات الحلاقة إن شاء الله دايما كده. الأهلي بيضرب كل هذه التوقعات، لأنه في الحقيقة دايما الأهلي في المواعيد الكبيرة يا باشمهندس. الحمد لله. وخلي بالك ده تضييع للوقت ان تنظر الى هذه السخافات وتعلق عليها، لان اصحابها بيبقوا نفسيا تعبانين جدا. اصل بص، التعصب ده مش تعصب، ده نوع من الغيره والحسد. انت من شده غيرتك تبقى مش طايق اللي قدامك ده، ربنا وفقه. فاذا ربنا وفقه عايزه تشوفه في أسوأ حالاته، فبتبتدي تتعامل بادوات الحقد والغيره والحسد اللي هي بتتعب صاحبها مش بتتعب اللي مش حاسس بيه. صحيح. فاحنا مش عايزين يا جماعه نتوقف قدام الحاجات دي ونحس بيها كتير، وندعو لهم ان ربنا يهديهم ويهدوا كده على نفسهم عشان يقدروا يتمتعوا اولا بالكوره ثم بالحياه. وبطبيعه الرياضه اللي عماد متعب الحقيقه قال لك انا قلت لبلال علام المعلق قبل المباراه الاهلي هيكسب 3. يا ترى بلال علام في تعليقه على المباراه حس بتوقعات متعب ولا لا؟ هنشوف الاهداف الثلاثه بصوت المعلق الرياضي بلال علام، ونطلع لفاصل وبعده نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مباراه القمه من الطبيعي يتفاعل معها الجميع،
سواء نجوم الإعلام، نجوم الفن، زي نجوم الرياضة وزي عامة الجماهير كلهم، الحياة حدث بتعيشه كل الجماهير. الفنان الأهلاوي الشقي الجميل المبدع رامز جلال ما صدق في مناسبة عامة اصطاد عمرو أديب، وفين تاخد نشوف. هذه احتفالية عابرة للحدود في مهرجان تكريمي. يعني عمرو رايح هذا يحضر هذا، هو رامز في في في, في الجويا وورد في في السعودية، حدث عالمي، ولكن الأهلي يفرض نفسه في هذا الحدث. والله كان عايز اقول له ثلاثه يا حلو. طيب على ذكر بقى الاحداث الفني، بشير التبعي واحد من النجوم اللي يعني بصم اسمه ببصمه كبيره في لقاءات القمه. لقاءات القمه الكبيره النتائج الغزيره تعرف فيها بيبو وبشير على طول. بشير التبعي كان له راي في الام بي سي بعد المباراه، كان في حاله نشوفه. انا ساكت بالعافيه ومش قادر اتكلم بصراحه. يعني هتقول ايه؟ ملكوم. ايه ملكوم؟ انا ملكوم. ادي ملكوم. إيه طب انا يعني برضو يعني انا كنت جاي النهارده برضو قلت هيبقى في سند وظهر شويه، لكن الموضوع مختلف تماما. ايه 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 ملكوم دي؟ ما انا عايز افهم بس. ايه ملكوم؟ مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم يعني. طب اديني تفسير ليها، ما انا مش شايف حاجه في اللغه العربيه اسمها ملكوم. هو اللغه العربيه ولا على الماتش يا مهيب؟ هنا في الماتش بلاش ملكوم دي اصلا. انا احنا دلوقتي يعني انا كزملكاوي اعتبرني مش في حالتي الطبيعيه. يعني متاثر اكتر من المباريات اللي كنت بتلعب فيها؟ بشير بقول لك ايه؟ متاثر. بشير انت كنت متوقع حاجه النهارده؟ الزمالك؟ حاجه ماتشات الاهلي والزمالك مش دايما الكويس بيكسب. طيب مش دايما الكويس بيكسب، فانا كان عندي امل على الاقل خالص نطلع تعادل. ملكوم صعب مش فاهم. دي كبيره 3-0 في الظروف دي برضو لسه بطولة افريقيا. يعني لان الحقيقه هو ملكوم لسبب، لان كان يتعامل في الماتش بتاع الاهلي والزمالك من منظور نتيجه واحده شايفها من فوق. يعني الاهلي زمالك ايه؟ الزمالك احسن بكتير والاهلي ده فريق عادي. فريق عادي. فهو كان واصل الى مرحله ان اليقين. ففوجئ. فوجئ ان هو ده مش انت ما خطفتش 1-0 عكس سير المباراه ولا حاجه يعني. انما انت كسبت خليته ملكوم. ملكوم. طب نشوف حد مكلوم. 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 ما الاثنين مختلفين على فكره، بس نشوف راي الكابتن فاروق جعفر بقى برؤيه فنيه ورؤيه خبير في التحليل. شايف الماتش ازاي؟ لماذا تفوق الاهلي في الشوط الثاني؟ لماذا تمكن الاهلي من استخدام كل ادواته وبالتالي فاز بثلاث اهداف؟ طيب الشوط الثاني شفنا نادي الاهلي حاجه ثانيه خالص في التنظيم، وكنا كلنا بنتكلم على نص الملعب. نص الملعب كان ليه الدور الاساسي في تطور اداء النادي الاهلي الشوط الثاني، والنادي الاهلي قدر يجيب ثلاث اهداف، والثلاث اهداف صناعه نص الملعب، وكل لعيبته خصوصا نص الملعب ادوا بشكل كويس جدا النهارده. انا بخص حسين الشحات ويانج وحمدي فتحي، الثلاثه كان ليهم دور اساسي النهارده. النادي الاهلي لعيبه كتير كانت كويسه، لكن النص كان ليه دور اساسي. كان ليه دور اساسي في تغيير شكل المباراه الشوط الثاني. شكل المباراه الشوط الثاني نادي الزمالك ما كانش موجود. طيب الاهلي استحق الفوز، والشوط الثاني احسن بكتير. وحازم بيقول لك المدرب قدر يستغل لعيبته كويس. ما هو ده برضه ذكاء مدرب او نجاح مدرب او كفاءة مدرب، انك تقدر فعلا تستحق او تختار لعيبتك بشكل كويس. الكابتن فاروق قال لك الشوط الثاني شفنا اهلي حاجة تانية خالص في التنظيم. الاهلي في تنظيم الملعب اللي اكد فيها المهندس عدلي التنظيم. لا انا قلت لك ايه؟ اشدت بدور مين؟ قفشة. هو قال لك الكل باصص على قفشه، هو اشتغل ببص العصفوره. شغلهم قفشه بتحركات معينه، الكل منتظر قفشه يستلم ويصنع اللعب. اللي كان بيصنع اللعب ناس تانية خالص، واللي كان بيستقبل واحد ما كانش موجود في الحته دي، لكن كان ياتي من الخلف مندفعا، مره من اليمين، مره من القلب، مره من الشمال. فاروق جعفر ملك النص كان رايه انه نص الملعب هو اللي كان له التأثير الكبير جدا في فوز الأهلي. يا ترى ده هيكون نفس اعتراف الكابتن حازم إمام ولا لا؟ نشوف. مبروك للأهلي طبعا، يستحق الشوط الثاني أحسن بكتير.
مدرب استغل لعيبته بشكل كويس، الشغل من جوه الملعب كويس قوي. يعني عماد اتكلم على فكره حمدي فتحي النهارده، حمدي فتحي توظيفه الشوط الثاني هو ده اللي كسب الاهلي. فكره ان انا اعمل استريتش في نص الملعب دايما واخليه هو اللي يمشي يجري مش قفشه، الفكره دي هي اللي كسبت النادي الاهلي. الثلاث اجوان هم كلهم حمدي فتحي هو اللي بيقطع في نص الملعب، فالتحرك بتاعه هو اللي عمل الخلخله دي. الاهلي اللي عمل شوط ثاني ان في ناس بتقطع، في ناس بتتحرك من غير كوره، فالتحرك بتاع حمدي فتحي ده الثلاث اجوان اكيد ما عملوش الشوط الاول. فدي تعليمات كولر، ده كل ده شوط ثاني، الشوط الاول ما كانش فيه الكلام ده خالص من حمدي. فده معناه ان في مدرب قال لك ايه، طب انت قفشه هو اللي بيلعب الحته دي، قفشه اسمك انت وحمدي انت اللي اختارك، ما حدش هيجي معاك، كل الناس فاكره ان قفشه فبص عليه، ما حدش مدي اخوانا ان حمدي هو اللي بيتحرك. حمدي من وجهه نظره هو نجم المباراه النهارده، هو اللي فتح الامور بشكل كبير، الثلاث اجوان هو الاساس فيه. طبعا هنا معلول عالمي بيحط كوره صح مليون واحد صح، مش بيلعب على غشوميه وخلاص. فهي انا شايف ان كولر بغض النظر عن التغييرات، طريقه نص الملعب وتوظيفه لحمدي فتحي هو اللي كسب الاهلي النهارده، لان كل الناس بص على كهربا، بص على قفشه، بص على عبد القادر، بص على شحات، هو جاب واحد تاني يعني خالص اللي هو تريكات كولر هي اللي حسمت اللقاء. التريكه دي هي دي التريكه اللي انا من وجهه نظري هي دي اللي قلبت الماتش، هي دي اللي غيرت وفتحت الماتش ب 1-0 وبعدين تاني، كل ده من حمدي فتحي. انا وجهه نظري مان اوف ذا ماتش يعني. يعني كابتن حازم، شوف ما حدش اختلف على الاداء التكتيكي في الشوط الثاني وتعليمات كولر واداء والتزام خط الوسط ودور حمدي فتحي. الكلام ده اكد عليه كابتن فاروق جعفر، اكد عليه كابتن حازم امام، لكن انا برضو يعني يوسف الحسيني يا استاذ ابراهيم يعني شفت له لقطات بيتشفى في النادي الاهلي، مش عايز تشوفه؟ عايز تطمن عليه؟ لا عايز اشوفه عمل ايه يعني. طب ما نشوف حالته عملت ايه بعد الماتش. طبعا يا جماعه بعد الفصل انا خدت حبايه تحت اللسان. مبروك للاهلي 3-0 فاز على الزمالك، مبروك ده بجد يعني. وبعدين استغليت الفرصه وخليت زملائي يوروا لي الهدفين اللي انا ما لحقتهمش، لحقت الهدف الاول واتفرجت بقى على الهدفين التانيين، وتحديدا التالت ده حته جول بصراحه 10 على 10، بصراحه 10 على 10. رجاله الاهلي لعبوا ماتش حلو، ده فعلا مش هزار. في البعض يقول لك ممكن يلعبوا احسن من كده، ايه دول 3-0؟ انتوا عايزين مني ايه تاني؟ عملوا اللي عليهم تالت ومتال، اصل لما يلعبوا احسن من كده ايه؟ تاني 6-1؟ انا كده 100 فل، 6-1 كفايه مره واحده في حياتي، ما بقتش استحمل، انا داخل على 50 سنه، كده كفايه. فبرافو عليهم، الاهلي يمكن في لقاء القمه 25 ما بينه وما بين الزمالك، 125 انا اسف ايه 25 دي، فاز كده ب 3-0. برافو، عاش، عقبالنا يا رب قادر يا كريم كده ايه نشد حيلنا باذن الله. انا يعني احنا جايبين اللقطه دي عشان فيها دعابات، انا احب بقى يعني احب الروح دي، يعني ما خدش الامور بشكل ماساوي يعني سكت عمرو اديب بطريقه مختلفه، انه يهزر ويحيي الاهلي ويديله حقه، وده مطلوب مطلوب يا جماعه، هي دي الرياضه، انك تتحمل الهزيمه وتقبل الانتصار. بس هو المره اللي فاتت كان بيحفل قوي بيضرب تعظيم سلام وحاجات كده، فكان لازم الثلاثه سكتوه خالص. الحقيقه احنا اهتمينا نشوف راي كبار نجوم الزمالك، من باب اولا الراي المنافس دايما الراي اللي يعتد بيه، وثانيا هي دي الروح الرياضيه، انك انت تسمع راي واحد قيمه كرويه زي الكابتن فاروق جعفر، تسمع راي حازم امام، تشوف حاله بشير التبعي عامله ازاي، تشوف راي يوسف الحسيني، وكمان تشوف كابتن حاتم بطيش المعلق الرياضي الزملكاوي علق ازاي على الثلاثه، نشوفه ونطلع منه الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في ختام هذه الاحتفائيه بهذه الثلاثيه الرائعه، التحكيم رايه ايه؟ يعني الناس شافت انه اولا احنا بنتكلم على حكم مونديالي، حكم في كاس العالم وادار مباراه السعوديه والارجنتين، مباراه المعجزه اللي فاز فيها المنتخب الاخضر، فحكم الكلاس اف في الاتحاد الدولي. كابتن جهاد جريشه لما يقول رايه يبقى ده رايه يعتد بيه، لانه ده جهاد جريشه فاكرين بتاع ايه؟
جبت له الحكم اللي بيحبه دلوقتي، ده المحلل اللي رأيه يعتد بيه كابتن جهاد جريشة، وهو بيثبت ان للأهلي ايه. نشوف اللعبة دي طالب فيها النادي الأهلي بركلة الجزاء، هنشوفها مع بعض. اللي وصل للكورة مهاجم النادي الأهلي، لاعب الزمالك أو حارس مرمى الزمالك هو اللي احتك مع المهاجم، اللي وصل للكورة لاعب النادي الأهلي، وفي احتكاك من حارس مرمى الزمالك في الرجل، الرجل وصلت للرجل، الاحتكاك ده حصل، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للنادي الأهلي. استمرار اللعب كان قرار خاطئ من حكم المباراة، مراجعة خاطئة من حكم الفار، ودي كانت ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لم يتم احتسابها. طبعا النتيجة بتخليك تتغاضى عن هذه الأمور، بس احنا بنقول علشان قعدوا يتكلموا الزمالك كان له ضربة جزاء، مع ان امام عاشور بوضوح وفي التحليل كان هو اللي اصطدم بحسين شحات راح له، وكانت واضحة جدا من الخلف، ولما تحلل كده بس احيانا ان الادارة بتوصل من خارج الملعب، من داخل الملعب الى الاستوديوهات، فيعني كان لازم يتقال الرأي ده. اهو في برضه خبير بيقول الاهلي له ضربه جزاء، احنا كل اللي يعنينا ان المباراه فاز الاهلي وبجداره وبثلاثيه ابدع من بعض، وانا لسه كنت بقول لك لو خدنا اجمل هدف في الموسم اللي هينافس الجون الثالث والجون الاول بتوع الاهلي. ده كلام مهم جدا، حتى اصدقاء يا جماعه عربيه لو كان في وقت كنا جبنا لكم احتفالات جماهير الاهلي في كل العواصم العربيه، الحقيقه حاجه رائعه جدا جدا. كلمني بس بسرعه كده مستشار مصطفى منصور في دبي قال لي انا زعلان ان انا ما سجلتش الاحتفال في الحي اللي انا ساكن فيه، قال لي وكانك في القاهره العربيات نازله بالمزامير، عشرات الالاف موجودين في كل الاروقه عمالين بيلفوا بالعربيات ويزمروا. ده في دبي، غزه بقى انفجرت، غزة الأهلوية وفلسطين كل مدنها انفجرت، شأن الدوحة وشأن دبي وشأن جدة، وفي جدة كمان الناقد الرياضي والمحلل الكابتن أحمد الفهيد كان في ضيافة الكابتن والإعلام السعودي الكبير وليد الفراد. نشوف لما تكلم أحمد الفهيد في MBC أكشن الأهلي عملية. لا والله انا اهلاوي. ايوه اهلاوي، يعني هذا فريق عريق وفريق كبير جماهيريا وبطولات، ترى التعادل اليوم هو الحاله، ترى فوز الزمالك هو الحاله الشاذه، اوف الحاله الحقيقيه والدائمة والتاريخيه هو فوز الاهلي. نعم التاريخ، مو انا اللي اقوله يا ابو بدر، التاريخ الحقيقه حقيقه، التاريخ ما يطمس ولا يغير. الاهلي هو الفريق ذو الكعب العالي على مستوى مش مصر فقط، على مستوى افريقيا، على مستوى العالم. الأهلي حتى في بطولة العالم هو صاحب الميدالية البرونزية لأكثر من مرة، بالتالي هذه أشياء تاريخ لا يمكن أن يحرف ولا يمكن أن يزور، حتى وإن حاولت بكل، زي ما قلت أنت، ما تقدر أنت تجيب ستيكة وتمحي اللي تبغاه وتكتب اللي تبغاه، في تاريخ جوا الملعب يكتب على مدى سنوات. صحيح. التاريخ يقول أن الأهلي الأعلى كعبا، الأهلي هو البطل، الأهلي هو الأكثر جماهيرية، الأهلي هو عملاق الذهب والبطولات. أخي والله خطير، مبروك للأهلي. التاريخ لا يمكن أن يزور أو يحرف ويكتب ويتراكم عبر سنوات، هو ده القول الفصل، ده خلاصة قول أحمد الفهيد وأيضا وليد الفراج في الإشادة بالأهلي وإنجازه وقيمته ومكانته. الأهلي النهاردة تقدم بثلاث شكاوي، والله يا أخي خطير الأهلي. الأهلي تقدم بثلاث شكاوي النهاردة ضد ما أسيء به إلى الكابتن محمود عبد المنعم كهربا، شكوى لاتحاد الكورة وشكوى لرابطة الأندية وشكوى للجنة الانضباط على ما حدث، والكابتن عماد أنا بس نفسي نرقم الشكاوات دي يا أستاذ إبراهيم مرة عشان نعرف هو إحنا بنكتب الشكاوى كم واحدة بترد علينا فيها. ده كلام مهم جدا، ألف ألف مبروك للأهلي بهذا الفوز الكبير، وهارد لك لنادي الزمالك الكبير، وتبقى كرة القدم والرياضة فائز ومهزوم المهم جدا. بكرة الأهلي الساعة 7 مباراة مهمة جدا جدا مع البنك الأهلي نحو إيداع جديد في رصيد الأهلي يا رب في بنك الدوري. يا رب يعدي هذه المباراة على خير وما يبقاش نشوة الانتصار هتاخدنا، لأنها تبقى ختام مباريات الأهلي في الدوري قبل السفر إن شاء الله تعالى للمغرب للمشاركة في كأس العالم. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.